أيضا يقول قرأت في كتاب عن شروط صلاة الجماعة أنه لا يصلح أن يكون المأموم إماما، ولا يصلح لمصل خارج الصلاة أن يقتدي بأحد فاتته ركعة أو أكثر، لأنه كان مأموما فلا يصح أن يكون إماما، فإذا صار أحدهما مأموما بطلت صلاة المقتدى به. ما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ نعم، هذا الموضوع فيه كلام لأهل العلم، وأن المأموم لا يكون إماما إلا في مسألة الاستخلاف، إذا استخلفه الإمام، إذا ناب الإمام شيء في صلاة يستدعي خروجه منها واستخلف أحد المأمومين فلا بأس بذلك، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى الناس بقية أكمل بالناس الصلاة، فلا بأس بذلك، إذا استخلفه الإمام فلا بأس بذلك. أما إذا صار إماما بدون أن يستخلفه الإمام فهذا هو محل البحث ومحل الخلاف بين العلماء، فالأولى تجنب هذا الأمر خروجا من الخلاف واحتياطا للدين، فلا يكون المأموم إماما في غير مسألة استخلاف الإمام له.